وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ارزقنا زياره حرمك وحرم حبيبك الكريم. يا الله حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم صدق خلفاء الراشدين خواجگانِ چشت اہلِ بہشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جدی مولائے غریب نواز سب کو یاد ہوگا. خواجہ شمس الدین سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے سمارن کے ظاہرین حاضر ہوئے تمام کی اعلیٰ پریشانی دور فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ صحت کاملہ کا فرما. یا اللہ جو کہ اولاد ان کے نیک صالح اولاد کا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ان کے اولاد کا نیک صالح فرما بردار بنا. یا اللہ خواجہ حمید الدین صاحب کو صحت آپ سے رکھ ان کا سایہ تاجر قائم رہے. آمین. ان کے تمام صاحبزادگان کو اپنے خاص فضل و کرم سے نواز. تمام صاحبزادگان کو یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے نواز. تمام متعلقین اور محبین کو یا اللہ اپنے خاص فضل سے کرم سے فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے زمان میں رکھ. دشمن کے شر سے محفوظ فرما. منافقین کے شر سے محفوظ فرما. کفار کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کے مغفرت فرما. تمام کے قبور کو نور سے منور فرما. حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب ہو. ساحل لنا یا الہی کل صاب محرومت سید الابرار ساحل صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی وزینت فرشی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Oh, whatever.